يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا أحتاج صرف أو صرفا من فئة الريال أو الخمسة ريالات، فأطلب ممن أعرفه في مؤسسة النقد أن يحضر لي ذاك الصرف. السؤال: ما هو الصحيح؟ هل أعطيهم المال قبل أن يحضروا الصرف أو لا أسلمهم المال حتى يحضروا ذاك المصروف؟ لا بد من هذا، خلي المال معك، فإذا أحضر لك المطلوب سلمه البديل. نعم.